لما بناخد خطوه لورا بتضايق، ابن فلان واصحابه، ابن فلان واصحابه، محدش فيهم دفع تيكتس ولا اي حاجه، لان اصلا مفيش تيكتس. الماتش بتاع نهائي افريقيا بتاع الاهلي والزمالك اثبت ان احنا في الاحداث الكبيره لسه للاسف قدامنا كتير عشان نقدر ان احنا نعمل حاجه صح. الزمالك لو لعب الماتش ده 10 مرات في ظروف مختلفه كان هيكسبه. يتحسب للاهلي ان هو في الوقت اللي هو كان وحش فيه جدا قدر ان هو يتماسك مره تانية وان هو يرجع للجيم مره تانية وانه ينهي الجيم بشكل كويس. الاهلي بدا الجيم بشكل كويس جدا وانهاه بشكل كويس جدا. ماتشات زي دي ماتشات تفاصيل صغيره والاهتمام بتفاصيل صغيره. نفسيا الاهلي يحتاج شغل كتير جدا بين الشوطين عشان يرجع الجيم ده، واحتاج لعيبه ليدرز ولعيبه قاده ولعيبه بتتكلم. والحقيقه كنت بتكلم مع ناس يعني اصدقائي قريبين جدا من جوه الدريسنج روم او اوضه اللبس بتاعت الاهلي، قالوا لي ان في لعيبه كبار بين الشوطين اتكلموا. يعني لو شفت تصريح موسيماني بعد الماتش قالك انا ما اتكلمتش بين الشوطين، انا سبت الشناوي وهو اتكلم مع الفرقه. فده دليل على اهميه اللعيبه الكبار. كل كريدت للاهلي ولاعيبه الاهلي ان هم في الوقت اللي الماتش كان بيتسرق منهم بيروح منهم فضلوا متماسكين وذي والسوليد واتكلموا مع بعض وقدروا ان هم يرجعوا للجيم مره تانية. كل الناس كانت شايفه ان الماتش رايح ناحيه اتجاه الزمالك. انا كنت قاعد بتفرج على الماتش مع حسام غالي، قلت له الاهلي هيجيب جون، قلت له الاهلي هيجيب جون، طالما ان انا كل الكور المشتركه ابتديت اخسرها خلاص هو الماتش رايح ناحيتهم. كنت خايف جدا في قبل 10 دقايق اللي قبل الجون، كنت خايف جدا. الكور المشتركه دي عارف يعني ايه كور مشتركه؟ اللي هي ال 50-50 الانديفيدوالز. ايه هي؟ قلب وتركيز. قلب وتركيز. كره وقعت ما بيني وما بينك انا هاخدها، تركيز، انا مركز، الرياكشن بتاعي اسرع. طالما ان انت ابتديت ان انا اخسر الحاجات دي، لما الجول بتاع الاهلي دخل ما كنتش متفاجئ يعني، كنت يعني اي سو ات كومن بالنسبه لي، انا شفتها. انا كراجل زملكاوي احسن باونس باك بالنسبه لي وريفنج بالنسبه لي ان العب الاهلي تاني. ده اللي انا اتربيت عليه جوه نادي الزمالك. اتغلبت النهارده هبارك للاهلي، هشوفك بعدين. ايه دي عقليه البطل؟ ده اللي احنا اتربينا عليه، وفي الاهلي اتربوا على كده. حسام غالي كان بيقعد معايا في الاوضه في نفس الاوضه في معسكرات منتخب الناشئين، هو كان كابتن الفرقه وانا كنت كابتن الفرقه في الزمالك. لو اتغلبت من الاهلي اروح رايح مسلم عليه بعد الماتش اقول له مبروك واقول له هنكسبك الماتش الجاي، هنكسبكم الماتش الجاي. وبتسمع الكلام ده على فكره من واحد زملكاوي متعصب، زملكاوي رخم يعني، زملكاوي متعصب جدا. بس انا ممكن يكون ان انا كنت محظوظ ان انا لعبت في حتت معينه فهموني المعنى الحقيقي للرياضه. ما هو البطل اللي كسبني ده ما هو بطل، لازم احترمه ولازم احترم الافورتس اللي هو عملها عشان لما اكسب هو يبقى بيحترمني. عشان كده بزعل جدا لما بشوف ناس مش فاهمه المعنى الحقيقي للكوره. ناس بيرجعونا لعصر الجاهليه، الناس اللي هي الحاجات اللي كانت بتحصل زمان اللي ما كانش حد بيتحاسب عليها بتاع الكلام ده، لازم يوقف النزيف ده، لازم يوقف في اسرع وقت ممكن. بص، السبب الرئيسي ان اللعيبه بتتخانق مع بعض وبتخرج عن النص، اللعيب ده جزء من الترس، جزء من السيستم. لما بيلاقي ان الترس الكبير او التروس الكبيره بتخبط في بعض، هو بالنسبه له بيبقى خلاص اوتوماتيك عارف ان عادي انا لو اتخانقت مفيش مشكله. لما بتلاقي رئيس نادي بيطلع يشتم رئيس نادي في التلفزيون ورئيس النادي التاني ما بيردش عليه، بس بيخلي الناس بتوعه اللي بيعملوا له الديرتي وورك يطلعوا يردوا في قناه النادي الرسميه، ده غلطان طبعا وده غلطان، بس ده ليه اسلوب وده ليه اسلوب. لو الكلام ده وقف من فوق صدقني كل اللي تحتيه هيبتدي يقف سنه سنه. في الكوره دايما في انا ناديه وانت ناديك، والنهارده كسبت والنهارده خسرت، والنهارده لينا بينالتي والنهارده احنا اتظلمنا بتاع، وهي دي حلاوه الكوره ان فيها شد وجذب، والشد والجذب ده يفضل موجود. بس بليمتس، خلاص المسؤولين في الدوري ابتدوا يفهموا الكلام ده بالباور بتاع الرياضه والباور بتاع الكوره، وان هو لازم يطلع بشكل كويس عشان هو ده اللي بيوري منظرنا للناس كلها. بص، سيبك من الجمهور، بس انا استغربت جدا ان اولاد بعض المسؤولين وابناء بعض المسؤولين كان عندهم بوكسز هم واصحابهم في الاستاد فور فري. سالت وطقست الناس دي كانتوا ايه القصه؟ ابن فلان واصحابه، ابن فلان واصحابه، محدش فيهم دفع تيكتس ولا اي حاجه، لان اصلا مفيش تيكتس. لازم المسؤولين يفهموا ان انت مش في زمن عادي، مش زي زمان. دلوقتي في سوشيال ميديا، في انستغرام، في تويتر، في فيسبوك، في بتاع. انت عارف كم الاستفزاز بالنسبه للمشجع العادي لما يشوف مثلا فنان منزل فيديو ليه وهو جوه الملعب؟ انت فاهم ولا لا؟ لما انت مش عارف تروح ماتش انت بتحلم ان انت تروحه، او بتحلم ان انت تاخد ولادك وتروحه. مع احترامي طبعا كل الفنانين بيحبوا الكوره وكل حاجه وكل الكلام ده كله، لكن اشمعنى الناس دي راحت؟ فللاسف الحدث تم استغلاله بي ار،
ناس بتعمل دعاية لنفسها وناس بتوجب مع ناس. في فرق لما تكون حاجة بتاعتي، حاجة بتاعتي وانا بتصرف فيها، fair enough، خلاص دي حاجة بتاعتك انت يقونت. ده لا حدث خاص ولا ملعب خاص، ده ملعب الدولة ومباراة نهاية افريقيا. الماتش بتاع نهاية افريقيا بتاع الاهلي والزمالك اثبت ان احنا في الاحداث الكبيرة لسه للأسف قدامنا كتير عشان نقدر ان احنا نعمل حاجة صح. Part 3. Yes. Yes. هتستخدم البرنامج ده تعمل ايه؟ انا بعمل البرنامج ده عشان اقدر اقول فيه اي حاجه ما بقولهاش في التلفزيون. احنا في مصر محظوظين جدا ان بيحصل احداث كتيره جدا كل اسبوع، حتى لو الدوري واقف، حتى لو الكره واقفه، دايما الحمد لله عندنا خناقات ومشاكل وشد وجذب وقصص وحكايات وحاجات بتحصل. فكل اسبوع البرنامج ده هيبقى اتكلم عن كل حاجه بره الملعب. That's a wrap.